الرحمن الرحيم في الفيديو ده ان شاء الله هناخد نقل القدرة الكهربية. تعرفنا في الفيديو الاول ان احنا بنستخدم المحولات في تقليل الفقد في القدرة الكهربية عن طريق ان انا برفع الجهد الكهربي عند مناطق التوليد وبخفضه عند مناطق الاستهلاك. وطبعا قلت لكم ان انا هشرح الموضوع ده بالتفصيل لما ناخد نقل القدرة الكهربية. فاحنا دلوقتي هنتعرف على الموضوع ده بالتفصيل عشان تفهم ايه اللي بيحصل بالظبط. فركز معايا في المثال ده. لو انا عندي بطارية وعاوز استخدمها ان انا انور مصباح، ادي البطارية قوة الدفع بتاعتها VB، وادي عندي المصباح عشان اوصل ما بين البطارية والمصباح فانا بستخدم اسلاك. لو الاسلاك دي صغيرة فانا عارف ان المقاومه بتاعتها بتبقى مهمله. ليه بتبقى مهمله؟ معظم الاسلاك بتكون مصنوعه يا اما من النحاس يا اما من الالومنيوم، والرؤي بتاعه النحاس والالومنيوم صغيره جدا. كذلك لو السلك اللي انا بستخدمه عشان اوصل ما بين المصدر وما بين الجهاز اللي انا عايز اشغله، لو السلك ده طوله صغير فانا عندي الار بتاعه مقاومه السلك اللي هي الرؤي في ال على ايه، ده صغير وده صغير، فده هتبقى صغيرة وبالتالي بنهملها. ولكن لو انت عندك الاسلاك دي طويلة يعني بالكيلومترات زي مناطق التوليد ومناطق الاستهلاك، وانت عندك اسلاك النقل اللي هي نقل القدرة الكهربية اللي هي الابراج بتاعت القوى الكهربية اللي انت بتشوفها وانت ماشي على الطريق الزراعي، وطبعا المصدر بتاعك بيكون متردد مش مستمر. المهم لو انا عندي المسافة دي كبيرة يعني الأسلاك دي طويلة جدا بالكيلومترات بمئات الكيلومترات، فأنت عندك المقاومة بتاعتك هتبقى كبيرة وبالتالي مش هتقدر تهمل المقاومة بتاعت الأسلاك. وبالتالي هنا لو أنا عندي مقاومة الأسلاك دي هنفترض إن هي طويلة وأنا عندي مقاومة، طيب إيه اللي هيحصل؟ أنا عندي فرق الجهد ده بتاع المصدر، وعندك هنا نتيجة إن في تيار هيمر هنا أي، فيبقى في انخفاض في الجهد على المقاومة دي هنسميه دلتا في مثلا، بحيث ان الدلتا في بيساوي الاي في الار، وبالتالي فرق الجهد اللي هيوصل عند مناطق الاستهلاك هنسميه في، فده هيساوي الفي بي ناقص الدلتا في، وبالتالي فرق الجهد عند مناطق الاستهلاك او على الجهاز اللي انا عايز اشغله لو انت عندك فيه انخفاض في الجهد كبير على المقاومة، فرق الجهد ده هيبقى صغير عن الفي بي وهيبقى صغير جدا كمان. طيب قيمة التيار ده بيتحدد على اساس ايه؟ لو انت فاكر كده كنا بنقول ان القدرة المستمدة من المصدر البي دبليو كنا بنقول ان هي بتساوي الفي بي في الاي. الفي بي ده القوة الدفعة بتاعت المصدر او فرق الجهد ده مضروبة في التيار اللي مستمد من المصدر. طيب لو انا دلوقتي عرفت القدرة اللي انا بستمدها من المصدر او القدرة اللي انا بنتجها اللي هي البي دبليو، وانا عارف فرق الجهد اللي خارج، فاقدر اجيب التيار اللي ماشي في الدائرة، يبقى الاي بيساوي البي دبليو على الفي بي. واحد هيقول لي طب ما انا اجيب المقاومة بتاعت ده واجمعها مع ده واقسم الفي بي على المقاومة الكلية. مش بتعرف يعني في الدوائر او في النقل والكلام من ده ما بتقدرش ان انت تحسب الاماكن الاستهلاك المقاومة الكلية بتاعتها بسهولة. فاحنا بنعمل ايه؟ بنقسم القدرة الكلية دي بنبقى عارفينها اللي طالعة من المصدر او اللي متولدة ومستمدة في الوقت ده، بنقسمها على الفي بي فبيدينا التيار اللي ماشي في الدائرة. وبالتالي اسهل طريقة ان انا احسب بيها التيار اللي ماشي في الدائرة ان انا اقسم القدرة المستمدة أو قدرة المصدر على فرق الجهد بين قطبي أو بين طرفي المصدر، هيدينا التيار اللي ماشي في الدائرة. بعد كده التيار ده لما أضربه في المقاومة هيدي الدلتا في، وبالتالي أقدر أجيب فرق الجهد عند مناطق الاستهلاك. دي حاجة. تاني حاجة إنها دلوقتي القدرة المنتجة عند محطة التوليد هي البي دبليو، نتيجة ان المقاومة دي بتستنفذ طاقة، بتحول الطاقة الكهربائية لطاقة حرارية، يعني في جزء من الطاقة بيضيع،
فانت عندك هيبقى فيه بي دبليو نص. دي بتساوي ايه؟ بتساوي الاي تربيع في الار. وبالتالي القدرة اللي انا نقلتها من مناطق التوليد لمناطق الاستهلاك قلت. يعني هنا بنت القدرة بي دبليو وهنا بيوصل قدرة بي دبليو ديليفرد مثلا، هتساوي المنتجة ناقص اللي استنفذت في اسلاك النقل. وبالتالي هلاحظ هنا حاجتين مهمين. اول حاجة ان انا عندي بيبقى في فقد في الطاقة الكهربية او فقد في القدرة الكهربية في اسلاك النقل، وبالتالي القدرة اللي بتوصل لمناطق الاستهلاك بتكون اقل من القدرة اللي انا بنتجها. تاني حاجة ان بيبقى في انخفاض في الجهد عبر اسلاك النقل، وبالتالي فرق الجهد اللي بيوصل عند المصدر بيكون اقل من فرق الجهد عند مناطق التوليد. طيب عشان اتغلب انا اللي يهمني اكتر هنا هو البي دبليو، عشان اخلي القدرة اللي وصلت اللي انا نقلتها تقريبا بتساوي القدرة اللي انا انتجتها، يعني عشان اقلل الفقد. اعمل ايه؟ عشان اقلل الفقد في القدرة الكهربية محتاج ان انا اقلل ده البي دبليو لوس، لان هو ده الفقد. وعشان اقلله المقاومة بتعتمد على السلك، بتعتمد على نوع المادة اللي انا صانع منها السلك عند درجة حرارة معينة، بتعتمد على مساحة مقطع السلك، يعني باختصار شديد ما بتعتمدش على المصدر بتاعي. يبقى انا دلوقتي الار مش هقدر اتحكم فيها، الجير اللي انا بصنع الاسلاك دي من النحاس يعني. طب اعمل ايه؟ النحاس او الالومنيوم. طب اعمل ايه؟ اقدر اتحكم في التيار. طب اتحكم في التيار ازاي؟ لو انا قدرت ان انا اخلي التيار ده اقل فالبي دبليو لوس هتقل. طب اخلي البي دبليو لوس او اخلي التيار ده اقل ازاي؟ ركز كده، التيار ده بيساوي ايه؟ بيساوي البي دبليو القدرة اللي انا انتجتها على الفي بي. وبالتالي لو انا قدرت اخلي فرق الجهد ده كبير فانا هخلي ده قليل وبالتالي ده هيقل. طبعا لو التيار بتاعك مستمر يعني دي بطارية فمش هتقدر تتحكم في فرق الجهد، ولكن لحسن حظنا ان نيكولا تسلا قدر ان هو يطور النظام بتاع التيار المتردد، وبالتالي احنا هنا بننتج الطاقة الكهربية بتيار متردد، وبالتالي بدل البطارية دي بيبقى عندنا مصدر تيار متردد. وبالتالي طالما ان انا عندي مصدر تيار متردد بدل ما كان عندي فرق جهد معين اقدر ارفع فرق الجهد ده. لما ترفع فرق الجهد ده طب هرفعه ازاي؟ هرفعه باستخدام المحول الرافع للجهد، فانا هقلل التيار اللي ماشي في اسلاك النقل وبالتالي هتقل القدره المفقوده، وفي نفس الوقت هتقل الانخفاض في الجهد عبر اسلاك النقل، وبالتالي فرق الجهد ده هيبقى اكبر من القيمه السابقه اللي ليه، وفي نفس الوقت القدرة اللي هتوصل هتبقى أكبر من القدرة اللي كانت بتوصل في البداية، وبالتالي هنا أنا حسنت كفاءة النقل. أعتقد إن المقدمة دي شرحت لك إيه اللي بالظبط بيتم في أو إحنا بنستخدم المحول الكهربي إزاي عشان ننقل القدرة الكهربية أو نقلل الفقد في الطاقة الكهربية. إن إحنا بنرفع فرق الجهد عند مناطق التوليد باستخدام المحولات، محولات رافعة للجهد، فبنقلل التيار اللي ماشي في الأسلاك فبتقل القدرة المفقودة، وكذلك بيقل الانخفاض في الجهد عبر الأسلاك، وبالتالي فرق الجهد عند مناطق التوزيع بيبقى قريب من فرق الجهد اللي المفروض نشتغل عليه، وفي نفس الوقت القدرة اللي بتوصل ما بتبقاش يعني ما بتقلش جامد عن القدرة اللي أنا أنتجتها، وبالتالي كده أنا حسنت كفاءة النقل. طيب نيجي بقى ناخد الحاجات دي بالتفصيل. احنا بيبقى عندنا ادي الدينامو بتاعي، الدينامو ده بيبقى فيه فرق جهد خارج منه في، بوصل الدينامو ده بمحول رافع للجهد، دي هنا منطقة التوليد، فرق الجهد ده هنسميه في مثلا في جي او في واحد، وعندك دي القدرة المنتجة اللي هي بي دبليو جي. يبقى عندنا محول رافع للجهد عند مناطق التوليد،
وعندك الأسلاك بتاعة النقل ليها مقاومة لأن الأسلاك بتبقى طولها كبير، رغم إن هي مصنوعة في الغالب أسلاك النقل بتاعة الأبراج بتبقى مصنوعة من الألمنيوم عشان الكفاءة الاقتصادية. هو النحاس أفضل، ولكن النحاس بيبقى وزنه أكبر من الألمنيوم وفي نفس الوقت سعره أكبر من الألمنيوم، فإحنا بنستخدم الألمنيوم. نيجي بعد كده مناطق الاستهلاك اللي أنا هستهلك فيها القدرة الكهربائية دي، فبحط هنا محول خافض للجهد. انت عندك الجهد ده مثلا بيبقى 10,000 كيلو، بترفعه مثلا ل 120 او 240 كيلو، وتيجي هنا بتخفضه من 240 ل 11، وبعد كده بتوزع المناطق السكنية ومن 11 ل 220 فولت. فاحنا نفترض ان هو على طول بتقلل من 240 ل 220 فولت، 240 كيلو ل 220 فولت. طبعا ده مش بيحصل في الواقع يعني. ونيجي بعد كده للحاجة اللي انا هشغلها. يبقى احنا هنا دي منطقة التوليد، دي اسلاك النقل، ودي منطقة التوزيع او الاستهلاك. انا عندي هنا المحول ده محول رافع للجهد وبالتالي خافض للتيار، والمحول ده محول خافض للجهد رافع للتيار. عندك هنا ده الان ابتدائي، ان ابتدائي واحد، وده ان ثانوي واحد، وعندك ده ان ابتدائي اتنين وان ثانوي اتنين. انا عندي ده محول رافع للجهد وبالتالي ان ثانوي واحد اكبر من ان ابتدائي واحد، وده محول خافض للجهد وبالتالي ان ابتدائي اتنين اكبر من ان ثانوي اتنين. هنفترض في المثال بتاعنا ده ان المحول كفاءته 100%. طالما ان المحول كفاءته 100% يعني محول مثالي سواء ده او ده، فانت عندك البي دبليو جي اللي هنا هي نفسها البي دبليو ده، او قدرة الملف الابتدائي هي نفسها قدرة الملف الثانوي. عندك هنا القدرة دي لو قسمتها على فرق الجهد ده، ده في ابتدائي هيبقى ده في ثانوي واحد. هنجيب التيار اللي ماشي في أسلاك النقل سميه I، ده بيساوي ال PWG على ال في ثانوي واحد. بعد كده عاوز أجيب ال PW loss، فأنا هربع التيار ده واضربه في المقاومة دي. بعد كده هتطرح الجزء المفقود في الأسلاك من القدرة المنتجة، هيديك الـ PW delivered أو القدرة اللي وصلت لمناطق التوزيع. وبالتالي أنا عندي هنا الـ PW delivered بيساوي PW اللي أنا أنتجتها ناقص الـ PW loss. لو انا بعد كده عايز اجيب كفاءة النقل اللي هي الايتا، بقسم القدرة اللي وصلت على القدرة اللي انا انتجتها، وبالتالي ده بيساوي البي دبليو ديليفريد على البي دبليو جنريتد، اضربها في 100%. ده هيساوي بي دبليو ديليفريد اللي هي عبارة عن بي دبليو انتجت ناقص بي دبليو لوس على بي دبليو جنريتد في 100%. لو قسمت بي دبليو جنريتد على بي دبليو جنريتد هيديني واحد، بي دبليو لوس على بي دبليو جنريتد في 100%. ركز معايا في الحتة دي، احنا هنا بنقول ان دي كفاءة النقل. طيب هنا واحد ناقص بي دبليو لوس على بي دبليو جنريتد، بي دبليو لوس على بي دبليو جنريتد لما تضربها في 100% هيديك نسبة القدرة المفقودة في أسلاك النقل، وبالتالي أنا عندي هنا بي دبليو لوس على بي دبليو جنريتد في 100%. دي إيه؟ النسبة المئوية للقدرة المفقودة في أسلاك النقل.
وبالتالي كفاءة النقل هتساوي 100% ناقص النسبة المئوية للقدرة المفقودة في أسلاك النقل. طيب احنا هنا اتكلمنا عن القدرة، نيجي بعد كده قلنا ان في هنا انخفاض في الجهد دي في، وبالتالي دي في اللي هو الانخفاض في الجهد او الهبوط في الجهد عبر اسلاك النقل بيساوي الاي اللي ماشي في المقاومة بتاعت الاسلاك، وبالتالي فرق الجهد اللي انت عايز تجيبه هنا ده هو فرق الجهد اللي وصل هنا، هيساوي الفي في ثانوي واحد، وده هيبقى في ابتدائي اتنين، ناقص الانخفاض في الجهد ده اللي هو الدلتا في. لو انت عايز تجيب النسبة المئوية للانخفاض في الجهد عبر اسلاك النقل، تعالى نعملها بقى هنا، احنا بنقول ان الدلتا في بتساوي الاي في الار، والفي ابتدائي اتنين بتساوي في ثانوي واحد ناقص دلتا في. وبالتالي انا هنا لو انا عايز اجيب برضو نسبة الجهد اللي وصل من الجهد اللي انا اللي كان عندي هنا، انا ممكن اقول ان ده عبارة عن ال V ابتدائي اتنين على V ثانوي واحد في 100%، وده بيساوي ال V ابتدائي اتنين عبارة عن ال V ثانوي واحد ناقص الانخفاض في الجهد على الفي ثانوي واحد في 100%. هتقسم ده على ده هيديك واحد ناقص دلتا في على في ثانوي واحد في 100%. ده اسمه ايه؟ ده لما تضربه في 100% هيديك النسبة المئوية للانخفاض في الجهد عبر أسلاك النقل. اهم حاجة عايزك تلاحظها في الموضوع ده، احنا هنا بنقول ان عشان نجيب البي دبليو لوس بنعمل ايه؟ بنجيب التيار وبعد كده بنربع التيار ونضربه في المقاومة. اوعى تعمل اللي انا هقولك عليه ده، اوعى تقول ان فرق الجهد في ثانوي واحد هو نفس فرق الجهد ده، يعني اوعى تقول ان البي دبليو لوس بتساوي الفي ثانوي واحد تربيع على المقاومة دي. ليه؟ لان الفي ثانوي واحد ده مش هو فرق الجهد ده. بمعنى تاني واحنا بنجيب البي دبليو لوس بنقول ان هو التيار اللي ماشي في المقاومه دي تربيع في قيمه المقاومه، او بيساوي الانخفاض في الجهد عبر المقاومه دي اللي هو الدلتا في في قيمه المقاومه، او بيساوي الانخفاض في الجهد في التيار اللي ماشي. دول الثلاثه بيساووا بعض. ما تقوليش بقى ان الانخفاض في الجهد ده بيساوي الفي ثانوي تربيع على المقاومه دي، لانك هنا لما كنت بتقول فرق الجهد ده كنت بتضرب التيار في المقاومه دي، ما كنتش بتقول ان هو الفي بي تربيع على المقاومه دي. اتمنى ان انت تكون استوعبت. طيب احنا هنا المحول ده مثالي والمحول ده مثالي، طبعا لو مفيش محول واعطاك الجزء ده بس فعادي، يعني هنا اعطاك محطه التوليد ومناطق الاستهلاك وما بينهم اسلاك التوصيل بس، فما فيش مشكله هتتعامل عادي بنفس القوانين، بس ما عندكش المحول، فانت هنا هيبقى البي دبليو جنريتد والفي ثانوي ده هو نفسه الفي وتتعامل عادي. طيب لو اعطاك المحول فانت هتمشي ترفع الجهد وبعد كده تتعامل بالقوانين اللي احنا جبناها. احنا هنا فرضين ان المحول بتاعنا كفاءته 100%، لو المحول بتاعنا بقى كفاءته اقل من 100% ايه اللي هيحصل؟ لو المحول كفاءته اقل من 100% فانت هنا مش هتقدر تقول، مش هتقدر تيجي تقول ان الفي ثانوي واحد بتساوي الفي ابتدائي واحد في الان ثانوي واحد على الان ابتدائي واحد، مش هتقدر تقول كده لو المحول بتاعك كفاءته لا تساوي 100%. في الحاله دي انت هنا هتشتغل بالقوانين عادي وتجيب فرق الجهد هنا وبعد كده تتعامل في الباقي. طب لو هو قال لك مثلا ان المحول بتاعك ده الايتا بتاعته لها رقم معين 90% مثلا، تعمل ايه؟ لو الايتا بتاعتك لها رقم معين 90% فانت بتقدر تجيب البي دبليو هنا، ولو انت عايز تجيب كفاءه النقل عبر الاسلاك بس بتقدر تتعامل في الجزء ده بس. اتمنى ان انت تكون استوعبت اللي احنا بنقوله، الامثله هتوضح لك
الحاجات دي اكتر. فتعالى نحل امثله على الدرس بتاعنا. السؤال رقم واحد بيقول لك: تستخدم المحولات الكهربية في تقليل القدرة الكهربية المفقودة عبر أسلاك النقل عن طريق رفع الجهد الكهربي عند مناطق التوليد. زي ما قلنا بترفع الجهد الكهربي فبيقل التيار، فالانخفاض في الجهد والقدرة الكهربية المستنفذة في مقاومة أسلاك التوصيل بتقل، وبالتالي كفاءة النقل بتزيد. بيقول لك هنا: إذا استخدم محول لرفع الجهد الكهربي لعشرة أمثاله عند مناطق التوليد، فإن القدرة المفقودة في أسلاك النقل تقل بنسبة نقط من قيمتها الأولى. إحنا هنا كنا بنقول لو إحنا عندنا ده كده، هنفترض مثلا ان احنا مفيش عندنا محول هنا، على طول عايزين القدرة هنا وخلاص. فانا عندي هنا دي البي دبليو لوس على المقاومة دي، وهنا بيقول لك ان احنا عندنا استخدمنا محول كان عندنا في واحد ورفعنا فرق الجهد لعشرة امثاله، يبقى انت عندك هنا الفي اتنين بتساوي عشرة في واحد. ايه اللي هيحصل؟ البي دبليو جنريتد هي، وبالتالي انا عندي الاي بتساوي البي دبليو جنريتد على الفي. نيجي بعد كده كنا بنقول ان البي دبليو لوس بيساوي ايه؟ بيساوي الاي تربيع في الار، وانت عندك هنا الاي بتساوي البي دبليو جنريتد على الفي، وبالتالي هنا بي دبليو جنريتد على الفي الكل تربيع في الار، وبالتالي ده بيساوي بي دبليو جنريتد تربيع على الفي تربيع في الار. هتلاقي هنا ان البي دبليو لوس بتتناسب عكسيا مع الفي تربيع، يبقى انت هنا لما ترفع الجهد بتاعك لعشرة امثاله فانت عندك البي دبليو لوس بتقل لواحد على مية من قيمتها الاصلية. تاني كده، انا عندي البي دبليو لوس بتتناسب عكسيا مع الفي تربيع، وبالتالي بي دبليو لوس اتنين بي دبليو لوس واحد بيساوي تناسب عكسي، يبقى هنا هيبقى في واحد على في اتنين الكل تربيع بيساوي في واحد بكام؟ انا اعتبر ان هي زي ما هي، الفي اتنين بعشرة في واحد الكل تربيع، تشيل ده مع ده هيطلع معاك واحد على مية، وبالتالي البي دبليو لوس اتنين بتساوي واحد على مية من البي دبليو لوس واحد. هو هنا بيقول لك فإن القدرة المفقودة في أسلاك النقل قد تقل بنسبة، هتقل بنسبة كام بقى؟ واحد على مية من قيمتها الأصلية. السؤال اللي بعد كده بيقول لك: إذا كانت القدرة المفقودة في أسلاك النقل دي البي دبليو لوس عندما كان فرق الجهد المولد 10 كيلو فولت، لما كان ده ب 10 كيلو فولت، إذا تم رفع الجهد الكهربي إلى 50 كيلو فولت يبقى ده الفي 2 باستخدام محول كهربي رافع للجهد، فإن القدرة المفقودة في اسلاك النقل تقل الى. ركز معايا، احنا هنا لسه قايلين ايه؟ لسه قايلين ان البي دبليو بتتناسب عكسيا مع الفي تربيع، وبالتالي انت عندك هنا البي دبليو 2 على البي دبليو بلس 2 بيساوي في 1 على في 2 الكل تربيع بيساوي الفي 1 ب 10 الفي 2 ب 50 كل تربيع هيساوي 1 على 25، صفر هتروح مع صفر، خمسة تربيع بخمسة وعشرين، وبالتالي البي دبليو لوس اتنين بتساوي بي دبليو لوس واحد بعشرة تقسمها على خمسة وعشرين هيطلع معاك، طبعا دي عشرة كيلو يعني ممكن عشرة في عشرة أس تلاتة اللي هي عشرة أس أربعة على خمسة وعشرين. هيطلع 400.